ابني هموت هموت يا انا. بس بس هو الواد ده اللي نصب عليك؟ هو يا برنس العالم. عيش معاه. بقولك طالما انت معلقه كده ونفخه اشفيه على طول. ما يستاهلش يا طلعت. طب اقولك على حاجه، سلكتين 320 فولت على لسانه. حبيبي ولا 110 يستاهلوا. بلاش حنيه قلبك دي يا عم طالبه، ارش في وشه ميه نار. خلاص خلاص يا طلعت، حقك هيجيلك لغايه عندك، اطمن. والله انا مالي دعوه بحاجه يا طلعت، الواد مختار يالا، الواد مختار هو اللي خد مني الحشيش وهرب. خفت منك انا كمان هربت يا طلعت. حلو. طالما انت هربت بقى يا حبيبي، انا هعمل معاك اتفاق دلوقتي. تقول لي الواد مختار ده فين وقاعد مع مين؟ اروحك بيت. حاضر. ما تقولش انا هخليك. هقول هقول يالا. هقول لكم على كل حاجه. هقول لكم على كل حاجه، بس سيبوني. سيبني يا طلعت واحنا نروح نجيب الحشيش سوا يا طلعت. سيبني يا طلعت. خلص. هقول لكم على كل حاجه بس ارحموني. ازيك يا حبيبتي؟ هاي يا حبيبي. خدي بقى الفلوس دي خليها معاكي، هنصرف منها اليومين اللي جايين. يخرب بيت عقلك، جبت الفلوس دي منين؟ وبعدين ايش الشياكه اللي حلت عليك؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ يا حبيبتي دي اقل حاجه عندي، بس انا ما بحبش اظهر مره واحده. انت طلعت داهيه. ايه يعني وجهه نظرك اختلفت ولا حاجه؟ والله ماشي. طب بقول لك ايه؟ يلا بقى خش نامي عشان عندك يوم شاق قوي بكره. وانا سيبيني اودع الكنبه دي. طب سيتور. ربنا هيقرب البعيد ان شاء الله. ما تقوم يا ابني تستجدع معايا مره في حياتك وتساعدني. شايفني عمال افرش في اوضتي وعمال اعلق صور كتير قوي ليا، قوم ساعدني. ليه انا شغال عندك ولا ايه؟ ده انا معلقت الصوره ابويا مجدد في مجلس الشعب، اعلق صورك انت؟ انت يا ابني عمرك ما تبقى جنتل ابدا، طول عمرك كده طف معايا. طف عليك وعلى امثالك. مش كفايه عمال تخبط لنا النهار وقعت دماغنا؟ اوضتي وانا حر فيها، اعملها بالستايل اللي عجبني، مالك انت؟ تعال اقعد. تعال. انا عارف انت عمال تخبط وترزع عايز تخرج من المود اللي انت فيه. اللي معك ننك تعبان يا خالد، بجد تعبان، عندي مشاكل كتير قوي في البيت ومش عارف اعمل ايه. سبحان الله، كل حاجه هتتحل. هي دينا اتاخرت ليه؟ كلمتني امبارح بالليل، فكرتني يا جماعه اخبط عليها. لا لا اقعد. تخبط عليها ايه؟ بقول لك ايه، احنا ما ينفعش حد يعرف عننا اي حاجه. انا سلكت مفتاح السلم من الواد يسر السمسار واديته لها. جدع. خلي بالك يا خالد، احنا اليومين دول تحت الميكروسكوب. لازم نكون مخليين بالنا من كل حاجه، كل حركه محسوب علينا يا خالد. ما تضغطش، ابوس ايدك. اهدينا جت ايه؟ الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ تتحسدوا قاعدين هادين كده، ما فيش اي حاجه، ما بتتنقروش خالص. الله اكبر. لسه مخلصين خناقه على الضيق كده دلوقتي. ما انا قلت كده برضه. غمتنا الله يغمك يا دي، يعني لعنة علينا. انت مش مصدقني؟ طب اسال دينا، هي عندك تقول لك. يا ابني الدنيا مقلوبه بسبب الاستاذ لؤي. ايه بسبب انا؟ ليه ان شاء الله؟ ايوه طبعا بسببك. امال مين صاحب فكره ان احنا نسرق فيلتكم القديمه؟ ده الجرايد كلها ملهاش سيره غير الموضوع ده. هو ده اللي كنت خايف منه، ده اللي كنت عامل حسابه. يا جماعه احنا لازم نكون كتير قوي اليومين دول، لازم تبقوا عارفين ان كل خطوه محسوبه علينا. ما تقلقش. فين طلعت؟ لسه قافل معاه التليفون، هيخلص مشوار ويعدي علينا عشان ننزل نشتري بدل عشان الفرح بتاع ماجد. ايه ده؟ انا ناسيه خالص. ده النهارده عندنا فرح. واحد من اعضاء الشله الفاشله الراسبه الضائعه خلاص سيدخل قفصه الذهبي يا رجاله. انا لله وانا اليه راجعون. انت جهزت له الورق؟ عيب عليك، ومقطوع من المحامي كمان، مش ناقص غير على امضته وامضه العروسه وامضه الشهود، وبعد كده بقى الله يبارك له. خبره. انتوا عارفين يا جماعه الدخنه دي عاليه قوي، بس انا حاسس احساس غريب دلوقتي. ليه؟ حاسس ان دماغي اعلى من البرج. طب ارجع بدماغك شويه كده لورا احسن ما تقع من فوق البرج. يا ناصح مكانك انت وهو، محدش يتحرك.
اللي هيحاول يعمل عوق يكتب شهاده وفاته بايديه، بس انا توقف مكانك. انتوا مين وعايزين ايه؟ هقول لك يا حبيبي احنا مين وعايزين ايه؟ تعرف الوش ده ياه؟ ده طلع فاكره ولا مش فاكره؟ مش ده طلعت اللي خدت منه الحشيش وهربت يا جبان؟ ولا فاكر نفسك ده شفت شم النسيم؟ اه يا شفت شم النسيم ياض؟ لقيت معايا بيت ملون وانت بتسرق مني الحشيش يا جماعه؟ بس انا معايا حشيش. شش اخرس يالا اخرس، يبقى قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم. لا ما يقولش حاجه، يموت بحشيشه كده عشان يخش النار وقلبي يرتاح. خلاص بقى ما تعرفش. استنى بس استنى، انا معايا الفلوس. ايه احبك وانت بتحب الحياه يا ورحمه ابويا. دول كل اللي معايا كام دول يا برنس؟ 9000 جنيه. نعم دول ما يجوش نص الفلوس اللي ليا عندك يا حاط. ربنا ما معايا غيرهم. خلاص خلاص يا طلع خده خده يلا. ايه ده يا برنس؟ خده. عارف الباقي بقى ليه؟ الباقي ده ادب ليك علشان رحت اديت كميه حشيش لعيلين تافهين زي دول. خلاص يلا. ايه ده يا برنس؟ وايه ال 1000 جنيه دي يا برنس؟ ايه يا طلعت؟ ال 1000 جنيه دي حق المواصلات بتاعتي انا وشفيق عشان جينا معاك. جرايه يا طلعت. مواصلات؟ ليه؟ العيال دي كانت هربانه في السمار ولا ايه يا برنس؟ يا عم في ايه؟ ما تلم نفسك شويه. الله بقول لك يا طلبه ما تنساش ال 500 جنيه بتوع السلاح. ال 500 جنيه بتوع السلاح اديهم له. بتوع السلاح. خد يا عسل كده. امسك امسك بس. معاكوا ربنا. هكلمك انا. ها سلام. سلام يا برنس. الله ده يبلطج علينا ولا ايه؟ خلاص. عارف يا دي انت هو لو فكرتوا تعملوا الحكايه دي تاني هيحصل لكم ايه؟ بتقول لك خرب يا سيدي. عقبال ما اشترينا لهم البدل دي اول مره يلبسوا بدل في حياتهم. اهدي 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 اهدي. بص يا دي مينك عليا النعمه مضرب البدله السمن مقلم بيش الا العسل العسل وجميل الجمال. الف مبروك يا برنس، ده انت اول واحد فينا يتاهل يا باذن الله تطلع الدور الثمانيه. مبروك يا حبيبي. امال النجمه فين؟ انت مالك يا عم اللي فين؟ يا اخي معجب معجب بمين ده؟ انا هتجوزها. انت مجنون يا عم ولا ايه؟ جبت الورقتين يا سيدي. الورقتين معايا اهو والشهود قدامك اهو. انا الشاهد الاول والله العظيم هقول الحاج. يا ده انت شاهد ما شافش حاجه. انا الشاهد الاول والاخير يا برنس. هاي وانا بقى اجيب العروسه. يلا يا فندم. اوبا اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه الشغل ده؟ الله يا نعمه. بس يا جماعه مبروك علينا كلنا. يا عم زي يا عم يلا صيف مبروك. يا عم وقف هنا يلا صيف هو مطار. تن 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 اقعد يا عروسه. طب يا جماعه جبتوا الورقتين؟ يا سيدي ام الورقتين معايا. انت ايه اللي قالك اهو؟ طب انجزوا انجزوا بقى انجزوا. يلا يا سيدي بالرفاق والبنين ان شاء الله. بطايقكم. ما ينفعش الكارنيه التامين الصحي؟ ما ينفعش. بطايقكم مش هتعجبهم. صوره مين دي؟ سلامي ما كنتش فاضي فبعت ابن عمي يتصور مكاني. والله حلو. ماشي يا عريس. لا عليا النعمه ما تاخد البطاقه الا لما نعرف سهرانين فين النهارده وصيوح. ايوه وضرب نار لصلاح الباكي. ايوه ماجد هو اللي هيختار النهارده. العب قوي يا قلبي زي ما اخترت اخوك حامش برضه. عيب عليا. مالك يا ابني؟ الحلقه دي بتحبك قوي يا ماجد. طيب عايزين قلم؟ طبعا. ثانك يو. ايه؟ بطاقتك قصدي بطاقتك. انا بعتذر يا حبيبي. ان شاء الله زواجها موفقه باذن الله. امضتك؟ لا انا ما امضيش غير في وجود المحامي بتاعي. اي جنب يا عم امضي انجز انجز.
ماشي. حس بيا. هوبا. تحت. ايوه هنا. اكتب رقم التليفون. مبروك عليك. يا عروس فارق فيك يا شيخ، هل تقبلين هذا الشخص بعلا لك؟ لو مش عندك انا موجود. يو يا عم ابنته بقى. لا 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 انا بهزر يا عم. مش انا شاي وبتاع. سؤال متاخر قوي. ايوه ايوه ايوه. مبروك يا عروس. الله تعالى تعالى بقى. هو ده. مبروك يا عروسه، دمرت نفسك. طقطق دمرت. اتفضل يا سيدي. مبروك يا عروس. مبروك حبيبي. مؤاخذة. قاعدين على سور المدرسة، الواد علمني البصباصة. 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 رحت المولد هيصت، أنا حسبت ورقصت. رحت المولد هيصت. يا أهلا بالبشوات الفنانين مصر. انا حسيت ان انا بس 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 انا حافظ كل شغلك. طيب يا باشا انا جنب اي حاجه شويه على طول. حبيب قلبي يا اسطوح، صباح الفل، منورنا يا بشوات. مساء الفل يا بهوات. اشربوا ايه؟ انا بشرب ايه يا عم الناس؟ زماني خلاط، هات لنا اكسير الحياه. عايزين اي حاجه تساعد على الاغماء. بص انا مش همشي من هنا النهارده الا لما ارجع. وانت لو يا باشا اجيب لك مشروبك؟ اه بقول لك ايه؟ لا يا سيدي. المولد هيصته، انا حسمت ورقصته. المولد هيصته، انا حسمت ورقصته. انا حسبت ورقصت. رحت المولد هيصت، انا حسبت ورقصت. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. منورانا يا نجمتنا، منوره الكباريه كله. حبيب وحشتيني. يعني انت كنت بتسال؟ غصب عني والله. اقعد نخلص الرقصه وايه ده احلى يوم في حياتي. ما تخليش انت بقى في البيت. لا ايه اللي نزلنا من كل سوري يا فنانه. سليم باشا اكبر تاجر عربيات فيك يا مصر. دي طلب صغير قد كده عند حضرتك. بقول لك يا غالي، ايه يا بيه؟ بالنسبه للقفه اللي قاعده جنبيها، يعني مش مالي عينيك ولا ايه؟ يا باشا دي فنانه ليها جمهور معجبين، وانت اكيد واحد من جمهورها. بقول لك ايه؟ ايه يا باشا؟ انا مش واحد من جمهورها يا امور، انا جوزها. جوزها؟ يبقى انت كده يا باشا خدت الحظ كله. انت هتحسدهم ولا ايه يا عم؟ ده متجوزين بقالهم ساعتين بس. الف مبروك يا نجمتنا، بس جمهورك بقى نفسه يسمعك ولو اغنيه واحده. لا 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 لا، الكلام ده مش هينفع هنا خالص. سوري. الله الله الله، ما تحضرنا يا رويب. ايه انت والبهوات اللي معاك؟ جمهورها برضه ليه حق عليها. يا نجمتنا ما تحرمناش، وفكري هستناكي. راجل مرجيحة مش فاهم مصر ليه انها تغني. الفنانة ملك الجمهور، انا شخصيا هموت واسمعها وهي بترقص. عليها الطلاق لانت رقصة النهاردة. لازم تسمعينا حاجة يا نجمة. ايوه ايوه. وانت كمان وحشتني قوي. ايه عاش من شاف؟ ولا بتيجي ولا بتتصل ولا اي حاجه يعني؟ معلش يا سوسو، كان عندي شويه شغل، بس اعملي حسابك النهارده تيجي معايا. ماشي. طب تعالى اقول لك على حاجه. في ايه؟ انا كده انا كده عمري ما هتغير من ساعه قلبي مدى. انا كده جنن واحير واللي ماهوش عاجبه. يقولوا طايشة، يقولوا جريئة،
جهات ولا محتاجة، مش واحدة واقعة ولا حاجة ساقعة، مرمية جوه التلاجة. يقول قول وطايشة، يقول قول قول وجريئة، لوحدي عايشة بأي طريقة. عارفة كويس بعمل ايه، فاهمة الفرق ما بين أولى. راحة فينا بيت السعادة؟ رايحة في 60 داهية، مالكش دعوة بيا. في يا بنت ايه اللي حصل؟ الزفت اللي اسمه طلعت، قال بكلمه في التليفون الاقيه سهران هو وشلة الأنس بتاعته في الكباريه. هو ده اللي منزلك؟